السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة. قراءة فنجان وطارود برج الأسد بإذن الله لشهر إبريل لعام 2022. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أنت جديد معنا في القناة برج الأسد، اضغط اشتراك وفعل الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة، ممكن تتواصل معايا من خلال رقم الواتساب. الفيديو مترجم لعدة لغات على قناة اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك. تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. برج الأسد، الشفاء، الكاهنة، ثلاثة كؤوس. الحدث هو الكاهنة مع الثلاث كؤوس، ما يدل يا مولود برج الأسد إنك أنت بتخطط لشراكة جديدة أو للدخول في شراكة جديدة في الوقت الحالي من أجل تأمين مستقبلك وإنهاء ديونك وإنهاء الصعوبات المالية التي تواجهها في الوقت الحالي. بتبدأ للتخطيط من أجل الدخول في شراكة جديدة. الشيطان، ستة كؤوس، أربع عملات. ستة كؤوس بدافع الأربع عملات والنتيجة الشيطان. نقدر نقول يا مولود برج الأسد إنك بتشعر خلال شهر إبريل إنك أنت تمكنت من تحقيق 60% من الإنجازات اللي المفروض إنك أنت تحققها أو اللي أنت بتسعى إليها. لحظة على الكاميرا، بعتذر، إن في تحقيق 60% من الإنجازات اللي أنت بتسعى إليها. بتعيد تقدير أمور مالية من أجل توزيع أموال على أشخاص وعلى إنهاء ديون وأشياء من هذا القبيل، إلا أن ربما تكون أوضاعك مقيدة بعض الشيء بسبب شخص بيسعى إلى استغلالك على الصعيد المالي، وربما تواجه بعض القيود المالية بسبب هذا الشخص. ثمان عملات، عجلة الحظ، العربة. وكأن الحظوظ بتكون حليفتك لأقصى الدرجات، فبتتمكن من تحمل المسؤوليات خلال هذا الشهر والوصول إلى كل شيء بتسعى إلى الوصول إليه، وعلى قيادة حياتك بالشكل الصحيح، مما بيحقق لك نجاحات وأرباح مالية تعادل 80% من طموحاتك خلال هذا الشهر. فلتتمكن من تحقيق 80% من أقصى طموحاتك المالية في هذا الشهر، وبتشعر كأن هذا الشهر بتكون الحظوظ داعمة فيه كثيرا على الصعيد المالي. ملك السيوف، تسعة كؤوس، وملكة العصا. نقدر نقول انك انت مع نهاية هذا الشهر هيكون عندك دراسة او محاولة لتطوير المهارات من اجل تحقيق المزيد من النجاحات في حياتك، وهتتمكن من تحقيق جميع اهدافك على صعيد حياتك الشخصية والعاطفية، وهتستعد لاتخاذ قرارات هامة بشأن أشخاص في المحيط العاطفي الخاص بيك من أجل إنهاء خلافات معهم أو إنهاء مشاكل عالقة منذ فترة.
فتى العصا، ملكة العملات، وعشرة سيوف. من الأحداث الرئيسية إن هيكون عندك استقرار في الأمور المالية لدرجة كبيرة بعد معاناة كنت بتعانيها في السابق، وهتتمكن من تحقيق العديد من أهدافك بسبب هذا الاستقرار المالي الذي تمكنت من الوصول إليه أو هتتمكن من الوصول إليه في شهر إبريل. ونهاية الأحداث، الإمبراطور وملكة السيوف وعشرة عملات، أي إنك أنت هتستقر في هذا الشهر وهتشعر بالاستقرار، وهتشعر إنك أنت عندك القدرة على اتخاذ جميع القرارات فيما يخص توزيع أموالك أو صرف أموالك في الصعيد حياتك العاطفية والشخصية، وهيحدث تطور لأوضاعك كبير خلال هذا الشهر. نصائح الأوركل ليك: إيقاظ الروح، الكارت اللي بيلفت الانتباه إلى أنه ينبغي أن تتحلى برغبة في التغيير ورغبة في تطوير ذاتك وعدم التوقف عند نقاط معينة. قم بمحاذاة الكون، الكارت الذي يقول لك أنه لا ينبغي لك أن تسير عكس التيار التوسع، وأن تحافظ دوما على تطورك وعلى تطور أحلامك وأهدافك وقدراتك في شهر إبريل. درع طاقتك، الكارت اللي بيرمز أن ربما تكون متأثر ببعض الأشياء اللي ليها علاقة بالسحر. التحديات العاطفية، الكارت اللي بيقول لك ان ربما يكون عندك الكثير من التحديات اللي بتختبرك على الصعيد العاطفي خلال شهر ابريل. اضاءة الظل، انه ينبغي عليك ان تنظر في اعماقك وان تضيء كل شيء لا تستطيع ايجاد اجابة له حتى تجد الاجابة له، وان تركز على الحلول لجميع المشاكل التي تواجهها. نبص على الفنجان، الحالة النفسية يا مولود برج الأسد، نقدر نقول إن حالتك النفسية جيدة إلى درجة كبيرة. ربما يكون عندك مشكلة السحر بس هي اللي بتؤثر على حالتك النفسية خلال هذا الشهر، ولكن بخلاف هذه المشكلة حالتك النفسية مستقرة لدرجة كبيرة. ولكن شايف انك انت بتفكر كتير، ربما بتفكر في كل شيء وتحديدا في الاشخاص المقربين منك، محاولا ايجاد حلول لمشاكلهم، ومحاولا او عندك شعور بمشاكلهم ومعاناتهم خلال هذا الشهر. ربما تجد الكثير من الاشخاص من حولك يواجهون مشاكل حقيقية، وتجد نفسك في عجز كامل عن مساعدتهم وإيجاد حلول لمشاكلهم. وبالرغم من أن الأقدار ستكافئك وتعطيك ما يسعدك في حياتك، إلا أن بسبب مشاكل المقربين منك لن تشعر بالجمال من حولك، ولن تشعر بالحياة الجميلة التي تحبها والتي تحياها بالفعل في شهر إبريل. هناك زيادة على الصعيد المالي واستقرار على صعيد حياتك المالية لدرجة كبيرة، وهناك نظرة من الأعلى بحكمة شديدة إلى جميع المشاكل التي تواجهها والتحديات التي تتعرض لها. ربما يكون هناك بعض النقاشات الحادة في هذا الشهر. وربما تجد أن هناك من يحاول استغلالك كما ذكرنا في كروت التاروت، أشخاص يحاولون استغلالك على الصعيد المالي. يعني ربما تجد أشخاص بيكرهوك كره شديد، يحاولون التقرب منك ويحاولون الوصول إليك من أجل فقط استغلالك على الصعيد المالي. لذلك ينبغي عليك الحذر، وينبغي عليك أن تتخذ قرارات حازمة بشأن هؤلاء الأشخاص السامين الذين لا ينبغي أن يكون لهم دور في حياتك. هناك ازدهار مالي سيحدث لك خلال هذا الشهر، وستكون نهاية هذا الشهر رائعة
تحديدا فيما يخص الصعيد المالي. أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الأسد. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة. شكرا يا مولود برج الأسد، السلام عليكم.